مسرحات ابو تريكه عن المثليه الجنسيه على الهواء وانتقاده للمثليه والهجوم عليه بعد هذا الامر. طبعا اللي قاله ابو تريكه في الموضوع انه كان في تحليل احدى المباريات في الدوري الانجليزي وعندهم عاملين شاره بتاعت الكابتن او كباتن الفرق فيها قوس قزح اللي هو الشعار او الالوان الخاصه ب اصحاب الميل الجنسي اللي هم المثليه الجنسيه. وفي بعض الاشارات او الرموز داخل الدوري الانجليزي في الملاعب الانجليزيه لانه بيقول لك بندعم الناس اللي عندهم مشكله او عندهم يعني ميل جنسي او الى اخره. ابو تريكه بيعلق على المباراه قال انه ده مخالف للقيم والتقاليد والعادات والاديان السماويه وده ما يصحش لانه الكره بتخش كل بيت وده ما لا يجوز. وكلامه صحيح يعني كلام ابو تريكه في هذه النقطه صحيح. لكن بسرعه في انتقادات لازعه لابو تريكه طبعا متوقعه وقالوا ان هو من حقه يبقى عنده اراء لكن ليس من حقه التعبير عنها طالما هتؤدي الى الحض على الكراهيه وتؤدي الى نوع من العنصريه الى اخره. طبعا الصحف كلها اللي قلت لحضراتكم ذا اتلانتيك البريطانيه، جاردن البريطانيه، ديلي ميل البريطانيه، سي ان ان الامريكيه، كل دول زي ما حضراتكم شايفين اهو جايبين طبعا في صدر صفحاتهم وبيتكلموا طبعا على بين سبورت وعلى قطر وعلى ابو تريكه وازاي وقطر، وقالوا ده خطاب عنصري وخطاب كراهيه لانه طبعا يعني ده كله مفهوم. لكن خليني بس اقول لحضراتكم هو ابو تريكه في الكلام بتاعه اتكلم قال ده حتى القران قال هذا الكلام يعني افظع جريمه بشريه هي اللواط، وقال انه قال آية قرآنية قال انه ربنا جاب في القرآن يعني انه ده قوم لوط فخسفنا به وبداره الارض. طبعا انا اسمع صحح ابو تريكه الآية لانه فخسفنا به وبداره الارض دي كانت على سيدنا قارون، على قارون يعني مش على سيدنا لوط، عفوا سيدنا لوط الآية اللي نزلت في قوم لوط مش سيدنا لوط، سيدنا لوط نبي، قومه كانوا بيمارسوا اللواط او الشذوذ، قوم لوط فنزل فيه القرآن في ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. عاقبة المجرمين ده الآية اللي المفروض أبو تريكة كان لو عايز يستشهد من القرآن هو ده الآية، أنا بصححها له، هو كان يقصد دوت. لكن هو قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه إلى آخر الآية فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ده مين؟ ده قارون. الخلاصة يعني أنا مش عايز يعني مش بتفزلك والله يعني ومش مثلا مش متنطع، لا أنا بقول هو استخدم آية قرآنية في غير موضعها، اتكلم على قارون وكان يقصد أن يتحدث عن لوط. ده حته جانبيه بس عشان ايه تصويب الموقف الديني. لكن تعالوا بقى نشوف الاخوان، ما هو محمد ابو تريكه اخوان ولا في حد عنده شك؟ احنا قلنا واكدنا انه ابو تريكه وبعض اللاعبين كان الاخوان بيستهدفوهم علشان يبقوا عندهم جماهيريه وغيره، وابو تريكه واحد من هؤلاء بتصريح واعتراف محسن راضي القائد الاخوان كان ماسك لجنه الثقافه في الاخوان وماسك الاعلام وقال انه فابو تريكه اخواني ما في ذلك شك. تحبه تكرهه لعيب كوره حريف خلوق مؤدب كل اللي انت عايز تقوله في الاخر هو اخوان كادر اخوان. والدليل على ذلك انه في قرار محكمه، والدليل الاكثر انه ما طلعش وقال انا يا جماعه مش اخوان مش دعوه الاخوان، ما طلعش قال، واحنا قلنا له هذا الكلام خلال الشهر اللي فات. كل ده
يعني برضو موضوع ملوش دعوه بموضوع المثليه. الكلام اللي قاله عن المثليه كلام صحيح، مفيش فيه كلام، انا ما بزيتش، لكن انا بسال هو ليه ابو تريكه قال كده رغم انه قياداته الاخوانيه قالت غير كده. دي اللقطه اللي بقولها لكم، يعني ابو تريكه قال كلام انا يوافقني تماما فيما يخص المثليه، انا اوافق على هذا الكلام. بقول اهو اللي قاله صحيح، وان كان في خطا في الايه فانا صححتها له مش مشكله، لكن الفكره انا موافق عليها. لكن انا بسال ابو تريكه الاخواني بقول له ليه انت قلت هذا الكلام واسيادك في الجماعه او قيادتك في الجماعه تحديدا المرشد الحالي والقائم باعمال المرشد السابق ابراهيم منير كان موجود في مجلس العموم البريطاني وكان قاعد بيتكلم وبيسالوه الناس بيأدب نفسه بيقول الاخوان جماعه يعني حاجه عظيمه جدا. فسالوه على نقطتين، الالحاد وراي الاخوان في الالحاد وراي الاخوان في الشذوذ. رد عليهم ابراهيم منير قال لهم ولا في مشكله، لا في مشكله في الالحاد ولا في مشكله في الشذوذ، او ما فيش مشكله في المثليه عشان بس يبقى المصطلحات واحده. انا بسال بقول ابو تريكه الراجل قاعد في قطر طلع قال انه المثليه دي مصيبه سوده ويجب ان احنا نواجههم. كلامه عجبني، انا كلامه في دي عجبني، لكن بسال ليه هو قال كلام عكس اللي قاله المرشد ابراهيم منير وعكس التصرفات اللي قام بها محمد سلطان في امريكا. انا هسمحكم الاول الكلام اللي قاله ابراهيم منير وبعدين ارجع اقول لكم ليه هو عندهم اكثر من راي في هذا الاتجاه. الحقيقه موضوع الشريعه وما يقال عنها خارج الإطار البحثي الحقيقي قد يؤدي إلى سوء فهم كثير. إنما ما أستطيع أن أقوله الآن أن الشريعة ممكن أن نقسمها جزئين، الجزء الخاص بالإلهيات والعبادة والصلة بالله أو باليوم الآخر، وهذه أمور لا تتغير. الشريعة نفسها نزلت لمصالح الناس، إذا كانت هناك مصالح للناس لا تتعارض مع هذه الأمور فمصالح الناس مصالح الحياة هي المقدمة في هذا الأمر. إضافة الأمر يعني ممكن تكمل. Yes, but forgive me if I push back on that. You say it's in the interest of the people, but if some of the people, a minority, want to be non-believers or want to be gay, how will the Sharia keep them? مصالح الناس لكن هناك جزء الناس حتى لو صغير يريد ان يكون شاذ او ان يكون ملحد، فكيف انتم تعملون معه؟ الشريعه فيها نص قراني نازل انه للانسان من حقه ان يكفر او لا يكفر، ان يؤمن بان فيه وجود اله او لا يؤمن بوجود اله. هذا اقصى ما يمكن ان تفعله الشريعه، ان اكون في مجتمع مسلم ولا اؤمن ان في اله، انا حر في ذلك. أنت وليس من حق الحاكم حتى لو كان مسلما أو من حق المجتمع أن يجبره أنه يؤمن بالإله. نص القرآن يقول أنت تكره الناس حتى يقولوا مؤمنين، يقول هذا للنبي نفسه. القرآن يقول للنبي ليس من حقك أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. طيب ده رأي المرشد الحالي أو القائم بأعمال المرشد الحالي إبراهيم منير إنه ما عندناش أي مشكلة مع الولاد الجاي والجيز والحاجات دي اللي هم المثلية والحاجات دي، ما عندوش مشكلة. محمد أبو تريكة قال لا ده إحنا لازم نواجههم. طيب محمد صلاح سلطان ابن القيادي الإخواني صلاح سلطان في أمريكا كان بيبحث عن واحد متخصص في المثلية الجنسية. هات لي يا ابني أهو. ده أهو في هيومن رايتس حقوق الإنسان. اهو فوق اهو محمد صلاح سلطان اهو عندكم، كانوا طالبين واحد يشتغل في الترويج للمثليه الجنسيه ومحمد صلاح سلطان عامل له ريتويت وعامل له لايك. طيب هو ايه الموضوع بقى؟ الموضوع باختصار عشان يعني ما اتعبش حضراتكم، انه لكل منطقه خطاب ولكل ناس خطاب. للانجليز اقول خطاب معين يرضيهم، وللشرقيين اقول خطاب معين يرضيهم. ابو تريكه هنا في قطر بيكلم مجتمع محافظ ومجتمع العرب عندهم كذا ومسلمين وغيره، فاقول لك لا ده كذا. وابراهيم منير نفس القطعيه، ما هو محمد ابو تريكه
وابراهيم منير الاثنين، ما تجيبهم يا ابراهيم جنب بعض، هاتوا مولود جنب بعض، هما الاثنين، هما الاثنين من نفس الفصيله او من نفس الفصيل او من نفس القطيع خطيع الاخوان، خلاص. فانا بقول انه واحد منهم القائد ما يقول ان ما عندناش مشكله في هذا الامر، فين؟ في لندن في مجلس الامم البريطاني. واحد منهم يقول لا ده احنا عندنا مشكله كبيره جدا، فين؟ في الشرق. يبقى هو ما عندوش مبدا، الفكره انه ما عندوش مبدا، لا مبدا ديني ولا مبدا انساني، هو حسب المصلحه. ما يرضي الغرب اسمعه لهم، ما يرضي الشرق اسمعه لهم، ما يرضي الامريكان اسمعه لهم، هذه هي الحكايه. انا بعيدا عن الموضوع نفسه، والموضوع انا رايي فيه انتوا عارفين رايي فيه، الا انه التجاذبات وعمليه الاستقطاب السياسي، عمليه البحث عن نوع من الحلفاء وتقديم نفسي للحلفاء على ان راجل متفتح ده كان في بريطانيا، على ان راجل محافظ ده كان في قطر، على ان راجل محافظ ده كان في الشرق عموما، ده الوضع الاخواني. فانا بقول تصريحات ابو تريكه على قناه قطريه بتاعت الرياضه وهو بيهاجم المثليه الجنسيه وبيقول كذا وكذا وكذا، كلامه صحيح، عشان بس الكلام يخش في بعض والناس تقعد تقول لك بالليل ده كذا، لا كلامه صحيح. لكن انا بسال ليه كلامه هنا ضد وكلام رئيسه في لندن مع؟ ده السؤال. يا رب اكون عرفت بس اشرح وجهة نظري في هذا